مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء على بركه الله وتوفيقه ينطلق شوطنا السابع بتعداد اشواط هذه الفتره المسائيه بانطلاقه ومنافسات الاشواط المميزه اشواط هذه الفتره المسائيه مع انطلاقات الكبار وتواصل الكبار ومنافسات الكبار انطلق مع القياده مع المقدمه مع التواجد المميز ومع ايضا تواجد هذه الاسماء هنالك المركز الاول هنالك الصداره هنالك القياده التواجد من قبل منحاف على المركز الاول تعود الملكيه لهجن الشحانيه المضمر سلطان بن محمد الوهيبي عملاق المضمرين يقدم لنا انطلاقة وتواجد من حاف المركز الثاني التواجد من شعار هجن العاصفة ومع تقدم سرابة على المركز الثاني هجن العاصفة المالكة والمضمر حمد بن راشد بن غدير مع المركز الثاني هنالك من تتواجد وتنتقل مع الثاني المراكز مزنا لهجن الشحانية المضمر سالم بن فاران المري ثالثا هجن العاصفة المركز الرابع أتابع من تحمل الرقم الثلاثة تقدم الظبي تعود الملكية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله بن طالب بن محمد بن شفيع ومن يقود الظبي بعملية التضمير والمركز الخامس تتواجد بهذه اللحظات المتحدة على المركز الخامس تعود الملكية لهجن الشحانية المضمر سالم أو سلطان بن محمد الوهيبي من يقدمها بعملية التضمير هذا هو النداء الأول للخمسة المراكز المتقدمة والمتنافسة بهذه الانطلاقة المميزة وأعود إلى الصدارة أعود إلى القيادة أعود إلى انطلاقة منحاف مع المركز الأول ومع المقدمة والصدارة منحاف تعود الملكية الهجن الشحانية والمضمر سلطان بن محمد الوهيبي من يقدم لنا منحاف ومن يقدم لنا شعار هجن الشحانية مع هذا التواجد المميز ومع الانطلاقة الجميلة من قبل منحاف مع المقدمة ثاني المراكز التقدم من قبل المركز الثاني التواجد والغدوب من قبل سرابة على المركز الثاني تعود الملكية لهجن العاصفة المضمر حمد بن راشد بن غدير من يقدم لنا انطلاقة وتواجد سرابة المركز الثالث التواجد من مزنة تعود الملكية لهجن الشحانية المضمر سالم بن فاران المري من يقدمها بعملية التضمير المركز الرابع التواجد من قبل الظبي المركز الرابع تواجد الظبي تعود الملكية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب عبد الله بن طالب بن شفيع من يديرها بعملية التضمير المركز الخامس التواجد من قبل المتحدة من تتحد غواها بانطلاقة خامس النداء ومع الانطلاقة الخماسية الجميلة من قبل شعار هجن الشحانية والتقدم الجميل ومن يديرها بعملية التضمير سلطان بن محمد الوهيبي عملاق المضمرين يقدم لنا الأسماء كما قدم لنا الأسماء المميزة في سن اللقاية ومع سن الإجذاع ومع أيضا سن الثنايا ومع انطلاقات هذا اليوم بانطلاقات الكبار يقدم لنا الأسماء وما خلف الأسماء الخمسة هنالك أسماء لم يحن موعد تواجدها نتابعها على الكادر الأسفل مع الكاميرا الثانية بانطلاقتها الجميلة التواصل مع أيضا النظرة الجميلة لهذه الشعارات ولهذه الانطلاقة الجميلة ما خلف الخمس أوعدكم بقدومها بالوقت المناسب وبهذه الانطلاقة مشاهدينا الكرام أعود إلى
الغيادة، أعود إلى الريادة، أعود إلى المقدمة، أعود إلى المنافسة وإلى تواجد من حاف على المقدمة. هجن الشحانية المالكة، سلطان بن محمد الوهيبي من يقود بعملية التضمير ومن يقدم لنا انطلاقة من حاف مع الصدارة والغيادة. المركز الثاني تواجد سرابة، بدأت تتسرب من مركز إلى مركز وتتواجد بمنافسة ثنائية بحوار ثنائي مع انطلاقة وتواجد من حاف. تعود ملكية سرابة لهجن العاصفة والواثق حمد بن راشد بن خدير من يديرها بعملية التضمير. انتصفت المسافة، انتصفت قصة ورواية هذا الشوط، وبدأنا بفتح سجلات جديدة بيضاء للمنافسة مع الأربع كيلومترات المتبقية عن الناموس والمتبقية عن التتويج. هذه المسافة مسافة الحقائق، لنرى أيضا هذه الحقائق الجميلة مع انطلاقة الأسماء ومع تواجد الشعارات. أنتقل مع المركز الثالث لأرى تواجد من تحمل الرقم 11 مزنة على المركز الثالث. مزنة تتواجد وتحمل شعار هجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري من يقدم مزنة بعملية التضمير. من قدم لنا ترهون من راهنت على انتزاع ناموس أول الأشواط وقدمت لنا التوقيت الأفضل. الملكية لهجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري من غادى بعملية التضمير، وكان التوقيت 12 دقيقة 16 ثانية 43 جزء من الثانية. شكرا يا سادة، هذه على أيضا شاشة قناة الريان، 41 جزء من الثانية بالفعل مع انطلاقة ترهونة، وتواجد صوغان مع أيضا انطلاقة فحول المستقبل ومع انطلاقة الزمول. الملكية لهجن الشحانية والمضمر سالم بن فاران المري، وكان متواجد صوغان بدون أي تعليمات، أثبتت وجود السلالة الصغانية مع انطلاقة صوغان. أيضا قدم لنا الذهبي أبعاد، وقدم لنا الشديدة، وقدم لنا المصير مع منافسات الأشواط التي قضت، وكان أيضا هنالك العملاق حضورا مع تواجد الدالوب مع المركز أو مع الشوط الرابع بأول المراكز. إذا نواصل النداء مع انطلاقة هذه الأسماء، ولكن نجدد اللقاء مع المركز الأول. تغيرت أمور الصدارة، تغيرت أمور المقدمة، انطلقت سرابة مع أول المراكز، سرابة وليس بغرابة من انطلاقات سرابة مع المقدمة والصدارة. هجن العاصفة المالكة الواثق حمد بن راشد بن خدير من يديرها بعملية التضمير. المركز الثاني التواجد من قبل من حاف على ثاني المراكز. تعود الملكية لهجن الشحانية سلطان بن محمد وهيبي من يديرها بعملية التضمير. المركز الثالث بدأت تقترب مزنة مع ثالث المراكز لتنضم على الأسماء المتقدمة لتشكل ثلاثية جميلة مع مثلث الناموس الذي يضم بأقطابه الأسماء الثلاث الكبيرة، الشعارات العملاقة المميزة وامبراطورية هجر الشحانية والعاصفة مع انطلاقة الأسماء الثلاث المنطلقة. تعود ملكية مزنة لهجر الشحانية المضمر سالم بن فاران المري. يا سلام، هذا هو مثلث الناموس، هذه الثلاثية الجميلة، هذه الثلاثية الرائعة بانطلاقة ورقص الكبار وشد الحيل أهل الحيل مع انطلاقة الأسماء مع تواجد ترابة وانطلاقة مزنة وتواصل من حاف. انتقل إلى المركز الرابع لأتابع تقدم الظبي. تعود الملكية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر عبد الله بن طالب الشريع. روح يا بن شريف، الأسماء بدأت تقترب من انطلاقة مميزة. المركز الخامس غادمة بهذه اللحظات، منطلقة بهذه المسيرة، شعار هجن الشحانية مع تقدم أحد الأسماء القوية ومع انطلاقة المتحدة. المتحدة تنتقل إلى المركز الرابع لتتابع طريقها إلى المراكز المتقدمة. هجن الشحانية المالكة العملاق من يديرها بالتضمير.
المركز الخامس متواجدة فلوجة، وصلت الفلوجة، وصلت الفلوجة لتسبب الضجة بانطلاقتها مع المركز الخامس هجل الشحانية المالكة المضمر سالم بن فاران المري، من يقود بعملية التضمير ومن أيضا يطلق عنانها بهذه الانطلاقة، ولكن أعود مع الصدارة، أعود مع القيادة، أعود مع أيضا المنافسة الجميلة التي دارت ما بين المراكز المتقدمة، ما بين انطلاقة سرابة وتواجد مزنة، مزنة وسرابة، سرابة ومزنة مع افتتاحية الكيلو متر الأخير، يا كيلو ما بعد الكيلو، السيارة تنتظر تويوتا ستيشن جي اكس ار هي الجائزة المقدمة من اللجنة المنظمة مع انطلاقة رسمة المميزة ومع تواجد سرابة الأقرب للتتويج، الأقرب للناموس، الأقرب لسيارة هذا الشوط، تنطلق سرابة بهجن العاصفة والمضمر حمد بن راشد بن خزير من يقدمها بعملية التضمير، بدأت تنفرد مع أول المراكز وتنطلق مع الصدارة ومع المقدمة سرابة، وليس بغرابة من انطلاق سرابة ومن انطلاقة هذا الشعار، ولكن يا الواثق وصلت الأسماء، مرحبا بالفلوجة، مرحبا بالفلوجة والمتحدة، المتحدة والفلوجة، ولكن وصلت الفلوجة مع المركز الثاني بشعار هجن الشحارية، والمتحدة بدأت تتحد قواها مع المركز الثاني، غيرت إلى الصدارة، غيرت إلى المقدمة، انطلقت نحو السيارة، انطلقت نحو الصدارة، انطلقت نحو معانقة الناموس ونحو إضافة النقطة السابعة في هذه الفترة المسائية لصالح شعار هجن الشحانية مع انطلاقة وتواجد المتحدة. سلام هجن الشحانية، سلام، سلام العملاق، سلام على تقديم الأسماء المميزة. المركز الثاني الفلوجة لهجن الشحانية، المركز الثالث الظبي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سليم مكتوم، المركز الرابع كان الوصول من قبل سرابة لهجن الشحانية، المركز الخامس شديدة لهجن الرياسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. مشاهدينا الكرام، شوط متغلب الأجواء بانطلاقة الأسماء وبتواجد الشعارات التي نافست وانطلقت، ولكن الناموس كان مرافقا للمتحدة من اتحدت قواها في اللحظات الأخيرة وانطلقت إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس ومحققة هذا المركز المتقدم. 12 دقيقة 34 ثانية، 19 في الزمرة الثانية، الثالث بركان هجة الشحانية والثاني للعملاق، المركز الثاني وصلت الفلوجة 12 دقيقة 35، 31 في الزمرة الثانية، نهني هجة الشحانية والثانية للذهبي، المركز الثالث الظبي 12 دقيقة 36 ثانية، ثلاث أجزاء من الثانية، الثالث بركان سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والثاني لعبد الله بن طالب بن شفيع.